ينضم إلينا من عمان محلل أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن يعني هذه اختتامية تعاملات هذا الشهر، ولاحظنا العديد من المعطيات أثرت على أداء العملات بالمجمل، تحديدا مؤشر الدولار. إذن يعني ما هي التوقعات وتحديدا البيانات الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على أداء العملات؟ صباح الخير. بالفعل العديد من المستجدات حصلت خلال تداولات هذا الشهر والتي تسببت بارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ب 2.7%. التغيرات طرأت على توقعات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشكل أساسي، حيث أصبحت التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي قد يرفع الفائدة الشهر المقبل ب 75 نقطة أساس، مع الاستمرار برفع الفائدة في كل اجتماع مقبل لهذه السنة. والمستجدات المهمة التي حصلت أيضا بعد اجتماعات جاكسون هول الأسبوع الماضي كانت بتوقع أن يبقي الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرتفعة على أقل تقدير حتى النصف الثاني من عام 2023، بل حتى نهاية هذا العام. نعم. بالتالي نشهد بأن الأسواق المالية حاليا تترقب بيض من البيانات الاقتصادية التي ستبدأ أيضا خلال هذا الأسبوع. صدرت يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بإيجابية كبيرة، كما ظهرت بيانات الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل قريبة من أعلى مستويات قياسية لها، فوق 11 مليون وظيفة شاغرة. وفوق كل ذلك نحن ننتظر اليوم بيانات مؤشر ADP للوظائف القطاع الخاص وصولا إلى يوم الجمعة المقبل، مع بيانات الوظائف الأمريكية الرسمية والتي من المحتمل أن تظهر استقرار معدل البطالة عند أدنى مستويات لها منذ جائحة كورونا عند 3.5%. كل ذلك يعطي الدولار دفعة إيجابية مقابل سلة من العملات الرئيسية بشكل عام. نعم سركيس، يعني هذه معظم البيانات الاقتصادية جاءت نوعا ما إيجابية لأداء الدولار، لكن إذا ما تحدثنا عن المنطقة الأوروبية العديد من البيانات جاءت مخيبة للأمال وحالة من الترقب لأداء المركزي الأوروبي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. إذا توقعات ب 75 نقطة أساس، واليورو عاد إلى نقطة التعادل، لكن بالسابق لم يتفاعل اليورو مع قرارات المركزي الأوروبي وبقي يعاني من الضغوط بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. بالفعل نشهد اليورو يرتفع تقريبا على مدى هذا الأسبوع، لكن كما أشرت الدولار هو الذي ارتفع على مدى هذا الشهر. اليورو منخفض بنحو 2% على مدى هذا الشهر كاملا أمام الدولار الأمريكي، لكن حصلت مستجدات خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. تزايد عدد أعضاء في البنك المركزي الأوروبي من يطالبون برفع الفائدة أكثر من 50 نقطة أساس، وبالتالي هنالك احتمالات جيدة أن نشهد رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس خلال الشهر المقبل. جاء ذلك بعدما ارتفع معدل التضخم، أي ارتفعت الأسعار بأكبر وتيرة لها في ألمانيا منذ أكثر من 50 عاما. ونحن اليوم بانتظار بيانات التضخم في أوروبا، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم إلى 9%، وهي أعلى مستوى تاريخي في منطقة اليورو. بالتالي شهدنا بعض التقليص لخسائر اليورو على مدى هذا الشهر، وارتفع نوعا ما ليتداول عند نقطة التعادل. لكن في نفس الوقت على المدى الأبعد، حتى لو شهدنا تصحيحات صاعدة وحتى لو رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة، فكما تفضل منطقة اليورو تعاني من ضغط اقتصادي هائل، اقتصاد منطقة اليورو بالركود خلال الربع الرابع من هذه السنة، مما قد يبقي على النظرة بعيدة المدى لليورو سلبية، حتى ولو كانت على المدى القصير تميل نوعا ما للإيجابية بفعل التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي. نعم سركيس، هل تتوقع أن يبقى الين الياباني يواجه الضغوط يعني في ظل حالة الارتفاعات الحاصلة في أسعار الدولار حتى خلال الفترة المقبلة والسياسة المتبعة من بنك المركزي الياباني؟ بالنسبة للين الياباني قد عانى معاناة كبيرة على مدى هذه السنة، وخلال هذا الشهر انخفض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 3% أو تحديدا 3.7%. كل ذلك سببه توقعات أن يبقي بنك اليابان المركزي سياساته النقدية على ما هي عليه، مع احتمالات ركود وتدهور في اقتصاد اليابان. بالتالي توقعاتي بشكل عام ما تزال سلبية على الين الياباني. لكن بما أن الياباني يقترب حاليا من مستويات مهمة جدا فنيا عند 140 ين للدولار الأمريكي الواحد، هذه المستويات الفنية قبلها يحصل عمليات جني أرباح على الدولار الأمريكي،
وبالتالي نشهد حاليا تداول الين الياباني امام الدولار عند 138 ين لكل دولار امريكي واحد، بعدما كان قد لمس الادنى له منذ تسعينات القرن الماضي عند 139. اتوقع بان يبقى الين الياباني ضعيف، حتى لو شهدنا ارتفاع في الين الياباني فقد يبقى محدود في ظل توقعات ابقاء المركزي الياباني على اسعار الفائده منخفضه جدا. نعم، محلل الاسواق الماليه في ايكويتي جروب الاستاذ سركيز نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.